If I must die, let it bring hope. Let it be a tale. إن كان لابد أن أموت، فليأتي موتي بالأمل، فليصبح حكاية، نظم الغزي رفعة العرعير بالإنجليزية قبل أن تقتله إسرائيل. We know that it's very bleak, it's very dark. نحن نعلم أن الوضع قاتم جداً، مظلم جداً، لا يوجد مخرج إن لم يكن هناك ماء. ما من مخرج من غزة؟ ماذا يفترض أن نفعل؟ أن نغرق؟ أن ننتحر جماعياً؟ هل هذا ما تريده إسرائيل؟ لكننا لن نقدم على فعل ذلك. أخبرت أحدهم أنني أكاديمي، أصلب ما أملك في منزلي على الأرجح هو قلم سبورة، لكن إن اقتحم الإسرائيليون، إن هاجموا وانقضوا علينا ومضوا من باب لباب يريدون ذبحنا، سأستخدم قلم السبورة ذاك وألقي به على الجنود الإسرائيليين، ولو كان ذلك آخر شيء أقوم به. وهذا هو شعور الجميع، نحن عاجزون، ليس لدينا شيء لنخسره. غزي الدم والهوى عشق وطنه وقاوم بكلمته الاحتلال. بن حي الشجاعية، شرقي قطاع غزة، أحب الإنجليزية فتخصص في دراستها وتدريسها، وبها وصل لكثيرين عبر العالم، فأوصل وجع ومأساة غزة شعرا نثرا وترجمة. رفعت أحب الحياة، أحب الضحك، كان مسلياً جداً، عرفته لمدة 62 يوماً فقط على تويتر، كان بشوشاً للغاية، جعلني أضحك لأول مرة منذ أسابيع وهو تحت القصف والحصار والإبادة الجماعية، جعلني أضحك. ساهم رفعت في تأسيس مشروع حمل اسم نحن لسنا أرقاماً، سعى لتوثيق حكايات قتلى حروب إسرائيل على غزة من الفلسطينيين وعدم عدهم مجرد أرقام. كان ذلك مبدأ رفعت، فسخر لخدمته لغته الإنجليزية. غزة تعود للكتابة وغزة تخرج عن صمتها، ألف رفعت العرعير وكتب في صحف غربية عدة خدمة لقضيته قبل أن ترديه إسرائيل قتيلاً هو الآخر في غارة جوية بات معها موته حكاية. If I must die, let it bring hope. Let it be a tale.